هذا الحدث ديال سي عزيز كبر من الهضره وكبر من القيل والقال. حقيقه هذا السيد هذا عشناه وخدمنا واشتغلنا معاه مده ديال سنين، مده ديال 45 سنه اللي باش عرفته انا، وشاركنا في جميع الاعمال المسرحيه اللي كانت كتمر على مر السنين. كان رجل خدوم، رجل كيحب مهنته، رجل مواطن صالح، رجل اللي هو كيسعى على انه في الوقت اللي كيكون في شي مواقف اللي هي صعبه كيحاول انه يكون متوهج ويكون في العمل ديالو يعطي ما امكن باش يدخل الفرحه والبسمه على المشاهد وعلى المتلقي. رحم الله السي عزيز موهوب، الله يلحقنا بمسلمين. انه اش غادي نقول لك، المغرب فقد ركيزه من ركائز المسرح المغربي، ولكن لله ما اعطى ولله ما اخذ. هذه سنه الحياه، الله يلحقنا بمسلمين، واللهم اغفر لنا وله، والله يرزق الاسره الفنيه واسرته الصغيره والاسره الكبيره والشعب المغربي بالصبر والسلوان، لان هذا رجل كل ما يقال فيه قليل، لانه الهضره فيه كثيره كثيره جدا. ما يمكنش انا نوجز واحد الفتره ديال 45 سنه في موقف بحال هذا، لانه هذا خصها مازال. لا سيدي، الله يرحم السي عزيز موهوب ويجدد عليه الرحمات. كان رجل فنان مقتدر، كان كيعدل الاعمال وكيختار غير الاعمال الجيده كيشارك فيها، وكان رجل يعني مثابه وفي ومخلص في اعماله، ورجل اللي حقيقه ضاعت فيه الاسره الفنيه. انت كتشوف دابا اعمده والرواد ها هما كيمشيو واحد تابع واحد. فانا من هذا المنبر كنادي المسؤولين وكنقول لهم شوفوا في عين الرحمه لهاد الناس، هاد الرواد هادو اللي داروا ارضيه لهاد الميدان، يشوفوهم كاين اللي عيا، كاين اللي عيان، كاين اللي ما كيقدرش يخدم، كاين اللي مريض، يعني يشوفوا بعين الرحمه في هاد الناس هادو، ويعني يخليهم فرحانين ما حدهم باقين بالحياه. ما راه الدوام لله، وانا لله وانا اليه راجعون. والله يرحم السي عزيز موهوب. السي عزيز موهوب لم يكن الفنان فقط، ولكن كان المثقف، كان المربي، كان الاستاذ، كان الاخ، كان الصديق، كان فيه كل شيء. يعني تلمدنا على يديه، كان الله يرحمه ابن جميع، الله يرحمه ويوسع عليه في النار. المرحوم رحمه الله، الله يرحمه ويوسع عليه، يعني لا يعوض. ما كنظنش كاين الخلف، ولكن كنتمنى على الله يكون الخلف ديال الاستاذ عزيز موهوب، لان صفته بوحدها، حضور بوحده، حضور متميز ديال الاستاذ عزيز موهوب. كان اعز الاصدقاء، كنبغيوه بزاف، كنموتوا عليه، كان يعني ناقصنا شي حاجه. دابا هذه واحد السنه ما بقاش في الفرقه لظروفه الصحيه، ناقصنا شي حاجه، ما كيمكن حتى حد يعوضه في اخلاقه، في تصرفاته، في معاملته، في هندامه، في اناقته، في كل ما يقال على السي عزيز موهوب انه قليل في حقه. الله يرحمه. تفضل. الله يرحمه، كان فنان مقتدر، رجل طيب، اعطى الميدان من شبابه تقريبا. انا جورته في وقت معموره، فمن ايام في وقت معموره الان، من البدايه ديال التلفزيون عملنا اعمال. الله يرحمه، الله يرحمه. اسمي كامل تعزيت انا، تعازي الكبيره والحاره الاستاذ الفقيد. نطلب الله يسكنه في ساحه جنانية، لان الفنان هذا فنان كبير 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 بزاف. يعني الرحيل ديالو ليس بالسهل، لان الغياب ديالو على الساحه وعلى ما اعطى في المجال المسرح وفي الدراما المغربيه، يعني اسم وزين. وكنقولوا الساحه فقدات هذا اسم كبير وتفقد، فكنطلبوا من الله يطول الله في العمر في الرواد اللي باقين، اللي هما طارحين الفراش، الله يهز العضود ديالهم، الله يقعد وسادهم، واللي باقين نطلبوا من الله يخليهم لينا ويطولنا في عمرهم، وتعز لنا الحاره للاسره ديالو، الاسره اللي عندنا ماشي سهل. فالله يرحمه، وانا لله وانا اليه راجعون. لا اله الا الله، وانا لله وانا اليه راجعون.
فقدان سيدي عزيز فقدان كبير، لأنه ماشي سهل وماشي ماشي غير فنان، ماشي مثقف، فنان خلوق مغربي قح، يعني بزاف الصفات به. ففقدانه لا يعوض، لا يعوض هذاك الرجل بأخلاقه بتعامله بكل ما عنده. الله يرحمه ويجدد عليه الرحمات ويسكنه جنات الفردوس، وإنا لله وإنا إليه راجعون.